عبر فلاحو منطقة حصير زينة في بلدية العين بالخليل ولاية النعامة عن تذمرهم بعدم توصيل الكهرباء إلى مزارعهم، كما نشد والي الولاية التدخل بعد أن نفذ صبره معقول في تحقيق مطلبهم. ومن جهته مدير المصالح الفلاحية لولاية النعامة أكد بأن مشروع ربط المزارع بالكهرباء هو في طور الإنجاز في القريب العاجل. مصطفى دحاوي عاد لنا بالتالي. مية متر من عند جوارين وتجينا الفاتوره جينا متضاعفه. درك حنا غادي نحبسوا هذا، غادي نولوا في البطاله. تشوفوا النهار اليوم كيفاش راه داير، ورانا عايشين هنا البلاد، والتريسينتي راه كاين اللي جايب على 1000 متر، كاين اللي جايب على 600 متر، كاين التريسينتي راه نص الفاتوره راه تاكلها غير الارض. علاه رانا فايتين العام؟ جوارينا منا كل البطويات ركبوا لهم، وحنا الاولين اللي حفروا لنا، وحنا الاولين اللي عبروا عنا. احنا من هذا الوعود هذه وهذه الحيه، ولكن احنا دوك باغيين نتقدموا بنداء. ما يخص ايصال الكهرباء في منطقه حصير زينه بلديه عين بخليل، حسب ما صرح به المعني بدايه الانجاز وتوقف المشروع لم تتجاوز مده عامين. التوقف كان بسبب هناك نزاع اعتراض لمسار الخط الكهربائي، مما استدعى اننا نقوم بعمليه توقيف المشروع، ونطمئن الفلاح وجميع الفلاحين بان المحتوى الفيزيائي 255 كيلومتر الذي هو في طور الانجاز سننتهي منه ان شاء الله خلال شهر مارس المقبل. ما يخص